عشت يا وطني نحن فداك وإلى الأبد. القرق فلتكن ضحاه قبلتها إنها الأستاذة سماحة الفنانة المبدعة فائزة أسفاعي. لك الفضاء سيدتي في كلمتك. حضرات السيدات والسادة، ونحن ننعم جميعا بهذه الأجواء الاحتفائية الزاهية لأرض فاس العالمة المفعمة بعبق التاريخ، بفاس أم الحواضر وأرض التلاقح بين الحضارات ووكر الذاكرة الوطنية المتأججة بملاحم البطولات والأمجاد. نلامس معا عرى التفافنا اليوم جسدا متراصا حول حصيلة مسار دراسي زاخر بالكد والعطاء والمثابرة. ننعم بطعم الغبطة والألق ونحن نحتفي بتل من تلامذة المتفوقين برسم حصيلة الموسم الدراسي الجاري 2013-2014. لكم يسعدني أن أعرب لكم أصالة عن نفسي وعن أسرة التربية والتكوين بنيابة فاس عن عميق سعادتنا وفرحتنا الكبرى بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى 15 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. دام له النصر والتأييد وما تحمله هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المغاربة من دلالات عميقة تترجم أواصر التلاحم بين العرش والشعب المغربي المتشبت بقيم الأصالة والوحدة والوفاء للعرش العلوي المجيد. كما نبارك لكم في هذه الأجواء الطيبة وللأزمة الإسلامية قاطبة حلول الأجواء المباركة لشهر رمضان المعظم شهر الرحمات والمغفرة والرضوان، وأغتنمها مناسبة كريمة لأعرب لكافة ممتلي السلطات الإقليمية والأجهزة الأمنية بفاس وممثلة في شخص السيد والي وعامل فاس عن عميق تشكراتنا وعرفاننا لفائق عنايتكم ورعايتكم لشؤون التربية والتكوين، وفاء منكم بالعهد الذي أخذتموه على عاتقكم تجاه هذا القطاع الاجتماعي الحيوي والوطني بامتياز. والشكر موصول كذلك لكافة ممثلي الهيئات المنتخبة بتراب عمالة فاس وممثلي المصالح الخارجية بفاس الذين قدموا لنا كل الدعم وكل المؤازرة. كما أوجه تحية شكر وعرفان خاصة لشخصي السيد الفاضل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والأطر العاملة إلى جانبه لسهركم الدائم وحرصكم المستميت على رعاية شؤون هذه النيابة التابعة لكم. وإن العمل بجد وبكد وبنضران الذات على إنجاح رهانات المنظومة التربوية بها بروحكم العالية وبنفسكم الذي لا يعرف الكلام، مهنئة زملائي السادة النواب الأفاضل بالجهة على النتائج المرموقة التي حصلت علينا نياباتهم. كما أنوه بالمجهودات الجبارة التي ما فاتئت أسرة التربية والتكوين إقليميا في بذلها لمواكبة مستلزمات دينامية التحول والتغيير التي تطول المنظومة التربوية من أطر إدارية وموظفين على اختلاف مسؤولياتهم ومراتبهم، ومن مفتشين بجميع التخصصات ومستشارين في التخطيط والتوجيه ومدراء بجميع الأسلاك التعليمية وأستاذات وأساتذة بجميع المسالك والشعب وجمعيات قطاعية وجمعيات مدرسية وجمعيات الآباء والأمهات. شاكرة للجميع روح تضحيات الجسام والمكابدة من أجل
إنضاج معنى الرسالة النبيلة التي نحمل وزرها جميعا. كما أعرب كذلك عن عميق تشكراتنا لشركائنا الاجتماعيين لمجهوداتهم المشغولة بأرض فاس من أجل تدويب الحواجز والتعاون مع إدارة النيابة لخدمة الصالح العام وأسرة التعليم، منوهة أيضا بالدور الحيوي والطلائم لجمعيات مدير التعليم الثانوي والابتدائي ونقابة مدير التعليم الابتدائي وممثلي المنظومة الإعلامية والذين يساهمون بشكل كبير في إنجاح رهاناتنا وتحدياتنا. وكذلك نشيد بالدور المرموق لجميع المتدخلين من المجتمع المدني في هذا القطاع ولكافة شركائنا الداعمين. أيها الحضور الكريم، والآن وقد حانت رشفة القطار وقد أشرقت لحظة التتويج، إليكم الحصيلة المشرفة لنيابة فاس من خلال المؤشرات الإحصائية التالية. على مستوى بنيات الاستقطاب، يبلغ عدد المؤسسات العمومية بفاس 252 مؤسسة، يناهز عدد المؤسسات الخصوصية 156، يبلغ عدد مؤسسات التعليم الأول بها 493 مؤسسة، ما مجموعه 901 مؤسسة. مجموع التلاميذ قطاع الخصوصي والعمومي يناهز 237,303 متمدرس، يبلغ العدد الإجمالي لأطر التربوية والإدارية بفاس نحو 9,000 إطار. على مستوى حصيلة استحقاقات البكالوريا الدورة العادية 2013-2014، بلغ عدد مترشحين مسيرين 12,883 مترشح، الإناث منهم 6,732، بلغ عدد المترشحين الأحرار 7,993 مترشح، الإناث منهم 2,776، بلغ عدد مراكز الامتحانات 69 مركز بزيادة 5 مراكز مقارنة مع الموسم الدراسي السابق. بلغت نسبة النجاح بالنسبة لتلامذة القطاع العمومي 49.48، وهي الرتبة الثانية بعد نيابة بولمان، ولكن بزيادة نقطتين بفاس مقارنة مع النتائج السنة الماضية. وبجمع التلاميذ المسيرين قطاع عمومي خصوصي، احتلت فاس الرتبة الأولى في جهة فاس بولمان ورتبة مشرفة من الأوائل وطنيا. أعلى معدل إقليمي في التعليم العمومي حصلت عليه التلميذة جيسي دي كوتر، معدل 18.76 من الثانوية التأهيلية الأدارسة، وأتمنى من الجميع أن يصفق لها. يليها بالترتيب الخمس الأوائل بعد هذه الرتبة المشرفة: التكنولوجيا الكهربائية التلميذ المترشح منو عبد المؤمن حصل على معدل 18.40 ثانوية تأهيلية التكنولوجيا. في مسلك علوم الحياة والأرض عياد فاطم الزهراء 17.79 الثانوية التأهيلية الإمام ابن حنبل. مسلك العلوم الرياضية باء بن شقرون الكريمي نجدة 17.77 الثانوية التأهيلية ولي إدريس. مسلك العلوم الرياضية ألف الضاوي هند 17.30 الثانوية التأهيلية ولي رشيد. هنيئا لتلامذتنا. سجل أعلى معدل للأقسام التحضيرية لصالح ولفائدة التلميذ عبد الصمد رحموني من ثانوية مولاي إدريس، وقد حصل على القبول بأربع مدارس عليا بفرنسا الآن. بلغ عدد المترشحين الآن في الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا الرسميين 5,924 مترشح، الأحرار 2,770.
فيما يخص أجنين شهادة التعليم الثانوي الإعدادي بلغت النتائج 49% ناقص 2 نقاط مقارنة مع السنة الماضية، مما يسائلنا في نيابة فاس لمضاعفة الجهود مع أطر التوجيه التربوي لبلوغ مرقى أكثر أهمية من هذا. بينما تطورت نسبة نجاح بنيل شهادة الابتدائي بجوج نقاط مقارنة مع الموسم الدراسي، حصلنا على نسبة 93%، أعلى نسبة لنيل شهادة الدروس الابتدائية بالحضري حصلت عليها 22 مؤسسة بفاس، كلها أحرزت على 100% نسبة نجاح. في الوسط القروي جميع المؤسسات الثلاث الجماعات القروية الثلاث حصلت على نسبة 100% في الابتدائي. في مجال البطولات المدرسية التتويج تم كما يلي لتلامذتنا: على مستوى البطولة الجهوية فاز 19 فريق واحتل فيها المرتبة الأولى، على مستوى بطولة ما بين الجهات فازت 6 فرق من فاس واحتلت المراتب الأولى أيضا، على مستوى البطولات الوطنية حصلنا على 4 ميداليات ذهبية 4 ميداليات فضية ميداليتين نحاسيتين. شكرا مستقبل رائع بس تشكر اللي ما يتقدرش تروح عنده هنيته بحياتك.